اوكي، فهذا السؤال هسه بدا التسجيل فحعيده، يعني اللي هو زد 2 اكس ناقص 5 اكس الى اخره. اول مره اجى الطالب سوى زد اكس اشتقها بالنسبه للاكس مشتقه بارشال ديريفيتيف، بعدين ساواها يساوي صفر، صحيح. بعدين الزد واي ايضا مشتقه ساواها للصفر، هذا هم صحيح. بعدين هنا الفكره انه شلون يبدي يشتغل. ناقص 4 واي، الطالب ايش قال؟ قال 2 واي اسويها مثل هاي على مود شنو اختصرها، صحيح. هذا الاجراء ضربها في 2، وهنا المعادلات ثانية 2 صارن، يعني هنا بالجمع راح الأربعة واي يروح، يصير عندك ناقص 20 زائد 2 ناقص 18 اكس زائد 12 يساوي صفر، اللي هي هذه هنا هذه، وبالتالي ناقص 18 اكس تساوي، يعني الناقص ويا الناقص يروح، مضبوط هذا صحيح. 18 اكس يساوي 12، الاكس يساوي 12 على 18، وبعدين اختصرها اختصارات، يعني 12 على 2 6، هنا على 2 9، بعدين 6، هاي اول ما بيش تختصر 6، وبعدين 9، بعدين 6 على 2 على 3 2، والتسعة على 3 3 اللي هي هذه، الاكس تساوي ناقص 2 2 على 3، ممتاز. طبعا هذا الجواب هو جواب نموذجي انا اعتبره، فانت اريدك بالامتحان يعني هالشكل تكتب بالطريقة هاي وتنظم حلك على مود تاخذ درجة كاملة. بعدين شنو اللي سوى هاي الخطوة؟ هاي الخطوة عوض الاكس اللي هي 2 على 3، اجي عوضها بهاي المعادلة على مود نستخرج شنو الواي، اللي هي هاي الاثنين واي ناقص 10، هاي المعادلة منين جت منها؟ 2 واي هاي المعادلة، هاي المعادلة 2 واي صحيح، عوضها بهاي 2 واي ناقص 10 اكس زائد 4، 2 واي ناقص 10 ناقص 10 اللي هي هاي 2 على 3 صارت اكس، 2 على 3 كانت اكس، مو كانت 2 على 3 زائد 4 يساوي صفر، وهكذا العشرة في 2، شوف هذه 20، 3 زائد 4 يساوي صفر، الاثنين واي هاي تنظيمية، بعد ال20 على 3 وين جتي بهال، يعني نقلناها هاي ال20 على 3، المهم 2 واي زائد 4، وبالتالي شنو اللي سواه الطالب؟ ها الثلاثة تخلص من الثلاثة، هنا هاي الثلاثة تخلص منه، ضرب الطرفين في 3، يعني هنا في 3 للطرفين، صار عندنا الاثنين واي صارت 6 واي، والأربعة صارت 12، والعشرين نزلت وحدها لأن 3 في 3، يعني اختصاراتنا العفو 3 على 3. حلو، هنا شنو اللي سوى؟ 6 واي تساوي 20 ناقص 12، يعني 6 واي تساوي 20 ناقص 12 8، هذه اللي هي يعني هو اختصرها رأسا، واي تساوي 8 على 6 هم صحيح، بالتالي هم اختصر ل 8 بها 2 4، 6 بها 2 3، هذا الواي. إذن هاي النقطة البوينت اللي هي 2 على 3 و3 على 4 راح وين عوضها؟ في 1، صار الناتج زد يساوي 0. هاي كلها شنو الفقرة الأولى. بعدين شنو اللي يحتاجه الطالب بهاي المرحلة؟ يحتاج يشيك هاي النقطة ماكسيموم لو مينيموم لو سادل بوينت، بس سوى زد اكس اكس وزد واي واي وزد اكس واي، ذني مطلوبات، ليش؟ لأن اكو معادلة تربطهم. الاكس مرة ثانية هي هاي المعادلة، هاي زد اكس اجي سواها زد اكس اكس، هذه المعادلة زد اكس اكس ناقص 10، لان هاي صفر وهاي صفر، تبقى بس هاي تشتقها ناقص 10. بعدين شي يسوي؟ لازم يروح يسوي زد واي واي اللي هي هذه المعادلة، زد واي واي هذه اللي هي 2 اكس يعوفها ناقص 4 بس، لان يعني 4 ناقص
بعدين زد اكس واي يجي على هذه زد اكس، يشتقها للواي تصير بس 2، تصير 2. اوكي وش سوى هنا؟ خلينا نشوف. صحيح هذه ناقص 10، وهمين قارنها ويا الصفر مضبوط. الزد واي واي ناقص 4، الزد اكس واي 2 صحيح. وطبق هذه المعادلة اللي هي ناقص 10. شنو هاي المعادلة؟ زد اكس اكس في زد واي واي ناقص زد اكس واي تربيع. شوف الاثنين الناتج اتربع، هاي ملاحظة جدا مهمة. والناتج صار ناقص 10، هاي طبعا هواي طلاب يخطئون بيها، يستخرج مكان 36 مثل ناقص 36، هاي دير بالكم غلط. هنا تتأنى ناقص في ناقص زائد، 10 في 4 40، ناقص 2 في 2 4، فتصير 40 ناقص 4 36. إذا قال ماكسيموم بوينت. ليش ماكسيموم بوينت؟ لأن عندنا شروط احنا، إذا كانت الأكس أكس أقل من صفر، أقل من صفر، والمعادلة اللي هي زد أكس أكس واي واي ناقص زد أكس واي تربيع أكبر من صفر، فتصير عندنا ماكسيموم، فهذا الحل الصحيح. هذه عندنا يعني خوش سؤال، هذا خوش حل مرتب عشت ايدك. اذا زد طلعت تساوي صفر، هذا الشيء صح لو غلط؟ لو ما يصير هذا السؤال اي صح. حلو جوابه صح صحيح، لا خوش جواب هذا، هذا اي صح صحيح. المهم هاي صارت نقاشات بيناتكم، لان انا حليته ما طلع صفر. زينب بتقول حلته وما طلع صفر، لا لا يجوز يطلعني ما شفت الحل، بس اتصور صحيح، هو اتصور صحيح يعني كالكوليتر تحسبوه مو فد شي. اوكي متناقشين هنا، نقاشاتكم بيناتكم تتناقشون، ممتاز. النقطة وين راح تكون بالرسم؟ ما يأثر عليك. حسين علي أصغر يقول النقطة راح تكون بالرسم، هذا ما يأثر الرسم وين النقطة بالرسم. يرجع محمد، ليه حسين ها نفس النقطة ما تعتمد بس على هذا وكذلك هذا، بس إذا زد ساوسم ممكن تكون على هذا. يعني الكلام ما إلى يعني شلون يعني ما يفيدك أنت بالحال هذا. ممكن أوكي، هذا كل اللي دار بياناتكم. خلي نمسح هذه ونشوفكم شنو موضوعكم، اذا عندكم في شي بعد، اذا عندكم سؤال. ايه شنو هاي المعادلة الثانية من هذا الشيت؟ قبل لا نروح خلي بس نوقف التسجيل، بس سوري بس اوقف التسجيل لان يعني بعد ما له داعي هذا. مو هاي الشيء.